الخامس يقول: فتاة لديها اعوجاج في أسنانها مع وجود أسنان فوق بعضها، وهي تريد تسويتها عن طريق وضع آلة، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ لا مانع إن شاء الله من إصلاح أسنانها سواء كان بآلة أو بغيرها، وننصحها أن تذهب إلى المختصين الأطباء، أطباء الأسنان، وأن لا تصلح أسنانها بنفسها، فإن ذلك يضر بها ويفسد عليها حالها، بل ننصحها أن تذهب إلى الطبيب المختص. فإن وجدت امرأة استشارية في الأسنان فبها ونعمة، وإن لم توجد امرأة فلا مانع أن تذهب إلى طبيب من الرجال، ولا يضرها ذلك إن شاء الله ما دام أنها تصطحب محرمها أو زوجها. نعم.